الخبر أول اللي عدنا على الكل قاعد يسألني يا حبايب ليش حذفت الفيديوهات اللي لها علاقة بحنين كمال والفضائح اللي انتشرت عليها. يا حبايب أنا رجال أتكلمتي مثل ما وعدتكم إن الفيديو أحذفه إذا حنين كمال تعتذر من عندي، وبالفعل يا حبايب أنا مو هدفي مشاهدات ولا هدفي شيء ثاني، وهي جت واعتذرت من عندي. فلهذا شلت الفيديو وأنا كل همني هو ثقتكم بي، راح أحطكم اللقطات تشوفوها. كيفك شو أخبارك؟ هلا مبدئيا أنا بعتذر منك على كل الكلام اللي طلع مني، وأنا بعتذر عن أسلوبي وحقك علي، بس حط حالك مكاني وشكرا. ننتقل حاليا لياسو عيد ميلاده، فبرحة يا حبايب تاريخ 5 بالشهر هو عيد ميلاد ياسو. نزل شوية صور بمناسبة عيد ميلادها الـ 22، فكل عام بخير عقبة مليون سنة يا رب، ولا تنسوني يا حبايب نتعدوها بالكومنتات على عيد ميلادها. ننتقل حاليا نور ماريا حبايب تنزيل الحلقة الأخيرة من برنامجه اثنين في الخلاط، واللي هو كان ويا أخو لانا ولين. أغلب الأسئلة طبعا تنزل 18 إلا السؤالين الأخيرين. بعد نور ما صار يسأل أخو لانا إنه شنو المواصفات اللي ممكن تتقبل بيها يكون شخص زوج لانا أو لين، فهو صار يقول المواصفات إنه يصلي ويصوم وبنفس الوقت ما يكون يدخن. فهذا اللي خلى نور مار شوي انه هو يتنرفز ويساله ليش انه اصلا ما تريده يدخن. بالاغلب اتوقع انه هو يحب لانا، لانه مثل ما نعرف نور مار يدخن وانتشرت له هواي مقاطع انه هو يدخن، ويمكن هو يحب لانا وحاب انه يتقدم لها. على كل راح احطكم اللقطه شوفوها. الشاب او الزلمه اللي بترضى انه يتقدم لوحده من انه خواتك بالحس انه يعني بالحال احكي لنا شخصيته. طب شو المواصفات يعني شو مثلا يكون يعني تخيل شخصيته. أوكي. واو هو للاسف ما معه ياكل. اوكي معطيك اياه بشكل موعد، بس انه يعني اعطيك اياه بشكل مختصر بشكل مو مهم. اهم شيء اخلاقه معك انا بالحركه. اخلاقه يكون بيصلي بيصوم ما بيدخن اهم شيء. بيدخن ليش دخل؟ لا اهم شيء انت ايش خصك؟ لا انا هيك انت تجوزه؟ اخلاقه لا ما بدي اختار شيء يعني. اوكي معك حق بس ما بدخن ليش يعني شو لانه الدخان معلم كثير بياثر اشياء، انه مثلا صحته هيكون تعب ما يشتغل منيح. طيب مو ما يكون مدخن انسى الصلاه والصيام كلياته. واحد بقول لك انا بحسن اصلي واصوم يكون هو ما بصلي مثلا. اوكي مبين مثلا الاسلوب تحسه هيك انه مثلا قلبه طيب ما بيخون خلاص. انا هذا انا شيء ضامنه يعني. بالاضافه انه مصطفى يا حبايب صار يسال نور مار انه منو كراشك من اليوتيوبر، فهو صار يقول انه اكو اثنين، وحده ما يحكي وياها ووحده يحكي وياها. فهل يا ترى الكراش مالته هي لانا اللي يحكي وياها، واللي ما يحكي وياها هي قمر لان ثلاثهم زعلانين حاليا من بعض وما يحكون ويا بعض؟ راح اعطيكم اللقطات تشوفوها. بدك تعترف خلاص، بدك تروح تقول له انه خلاص انا يعني اقول لك اسم؟ ايه دي اسم. اسمع في تنتين دي يوتيوبر تنتين. تكراش مع خيانة انت؟ لا لا مو خيانة، ما انا ما بحكي يعني يعني في منو حكي بس ما حبيت خنت يعني سمح حبيت بس يا اخي ايش بختار وحده يعني لا بتوقع لا بتصيب. طيب يلا اوكي يا بتصيب يا بتخيب. اه وحده بحكي معها وحده بحكي معها. اوكي بتحكي معها. اوكي يا الله بدي اعرف بدي اعرف كنت. وبس والله حبايبنا وصلت المقطع، فجروا قطب اللايكات شنو كوفيز زي ما قلت ميك القصص. احبكم وبس مع السلامه.